واحد بلا سرعة. حاضر. غريبة. تفضل يا سيدي. مع السلامة. غيره. هات. ايه دول تعالى هنا. الرب يا ام حامد، ايه اللي اخرك لحد دلوقتي؟ ادعي الحاج مبروك بالشفاء، اهي ما هي حامد ابنك ماشيه بالمظبوط. هات حامد. هو فين حامد؟ يا ما عمال في ورش تانيه بيفرمهم المكان، واهاليهم ما بيطلوش ولا مليم. خدي توكلي بالله كلنا لها. يا ريت اللي جرى لحامد كان جرالي. ايه يا بغدادي؟ ما تطلع مين يا اخي؟ انت ناوي تبات هنا ولا ايه؟ لك حق يا حماده. خمسة وعشرين قرش يا عم.
ما تخليهم 30 يا دوب يوكلوني. احنا هنتفرعن؟ مين اللي خلى المعلم مبروك يشفع عليكي؟ انا اللي جبت الخمسين قرش وانا اللي قطعهم. في عرضك يا ريس عرفات. اللي في عرضك فطولك انجر من قدامي. حتى النسوان كمان؟ لا دي عيبة يا ريس. وانت ايش حشرك يا بغداد؟ اللي حشرني انك بتستحل فلوس وليا غلبانة زي دي، مع انك عارف ان ده تمن دم ابنها. انت بتفتح فيا يا بغدادي، انا اللي مشغلك. انت اللي مشغلني؟ يعني انت اللي بترزقني يا شيخ فضها بقى. يعني استعمانة لحد امتى؟ يعني هتعملها حلوانة في سلوانة ولا تورطش؟ مفيش فايدة. اضرك اللي تقدر عليه اعمله. طيب يا بغدادي الايام بيننا. وانت واد واد ورد مش حادفة. تعال هنا. اوعى ايدك كده. Oh.